وبتحول منه ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني. طبعا منتخب أوزبكستان لم يشاهد حد الآن، هذه أول مباراة له، بينما نحن نلعب المباراة الثانية، لعبنا مع اليابان تعادل 2-2، واليوم المباراة الثانية لمنتخبنا والمباراة الأولى لمنتخب أوزبكستان. يعقوب بيمور، وهذه كرة خطرة تنحط بالمرمى، ما في حد يكمل، ترجع مرة الجول، الله، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة، كرة حلوة وصعبة على منتخب أوزبكستان بيسجل منها أول أهداف المباراة. يا سلام، أول كرة حلوة فعلا ملعوبة بإتقان من يعقوب لمحمد مبارك، ليعقوب يسجل منها أول أهداف المباراة، هدف مبكر فعلا لمنتخبنا. وهذا الهدف شوف إعادة بالبطيء، شوف إعادة بالبطيء، ورجعت كرة بين المدافعين ويكملها يعقوب على طول في الزاوية الصعبة، لأن حارس المرمى كان برا. هذا يعقوب أول هدف المباراة بيسجل يعقوب، هدف لمنتخبنا لا شيء. أوزبكستان شايفين، هذا يعقوب رقم 10 هداف الفريق، ممتاز أبو إسماعيل، أول فرصة فعلا بيستغلها وبيسجل. شوف هذه الإعادة بالبطيء للهدف، شوف الإعادة، شوف الإعادة لما مرت الكرة يعقوب وهو نايف الأرض سجل منها على طول. ملعوبة جهة محمد ربيع، محمد ربيع اللي ذكرنا اليوم يحل بدل اللاعب جمعة ناصر مصاب، وإصابته زي ما ذكرنا طفيفة. كرة مع محفوظ صابر، محفوظ صابر يلعبها ليعقوب، يعقوب يحاول يشوط، الله، حلوة يا يعقوب، الله يا أبو إسماعيل، قربها، قربها أبو إسماعيل على طول، حلوة منك يا أبو إسماعيل حقيقة، كرة يمر فيها وعلى طول بيسجل منها الهدف الثاني، هدفين للا شيء، اثنين لمنتخبنا لا شيء أوزبكستان. شوف الدقائق الأولى، حوالي 10 دقائق الأولى والنتيجة، شوف الهدف، شوف كرة صعبة فعلا على ماكيلوف حارس مرمى أوزبكستان، كرة صعبة، لو انعادت مرة ثانية راح تشوفونها كيف صعوبتها، لأنه فعلا مر وعدل نفسه وشات كرة في الزاوية على حارس مرمى أوزبكستان ماكيلوف، هدفين 2-0. راح يبدعون لاعبيننا إن شاء الله اليوم في مباراة اليوم، راح يبدعون ويطلعون كل ما عندهم من مهارات ومن فن، إن شاء الله راح تشوفونهم اليوم مباراة اليوم، لأن شايف الحقيقة عازمين منذ البداية، بعكس مباراة اليابان. شوف إعادة بالبطيء قبل شوي، يعني كانت مباراة اليابان فيها نوع من خلل توازن في خط الدفاع، ولكن اليوم إن شاء الله شباب خلاص عرفوا أرضية الملعب وعرفوا طريقة اللعب الفرق الآسيوية، وبالتالي قادرين حد الآن يهزون شباك أوزبكستان بهدفين لا شيء. محفوظ صابر، حلوين شباب حد الآن، محفوظ صابر يلعب كرة، تيم جورجي بيحاول يمر مع كرة، بيحاول يمر ليشوت، بيحاول يشوت، الله، احنا قلنا لا يمر ولا يشوت، ولكن معلش بيسجل رقم 8 تيم جورجي اول اهداف أوزبكستان، معلش اول اهداف أوزبكستان بيسجل تيم جورجي رقم 8. هذه عادة بالبطيء لما مر من خط النص وعدى اكثر من لاعب وفعلا لم يكون هناك عليه رقابة لسيقة، وبالتالي سجل اول اهداف أوزبكستان. 2-1 الان لمنتخبنا تلعب، شوف عادة بالبطيء، شوف كان بدر في الزاوية اليمنى وحطها عليه في الزاوية اليسرى تلعب. 2 عملوا كماشة لطلال حقيقة صعبة على طلال، اللي هو 11 و6 أوتبايف وهيري ميف، عملوا كماشة لطلال خلفان، وبالتالي خطأ لمنتخبنا، زاي طالب من خطأ، يلا زاي، شوف هاي عادة بلطيل الكرة اللي عم حصل منها طلال خطأ، شوف شوف كيف مزقوت اللعبة، يا كرة مفاجأة فعلا، كرة مفاجأة فعلا، احنا قاعدين نشوف الإعادة بالبطيء والكرة مفاجأة من خارج خط 18 من يعقوب إسماعيل، يعقوب إسماعيل ولا الله، شوف هاي الكرة، هذه يعقوب فعلا جاته كرة على طول من وسط الملعب يسجلها، قوية صعبة على حارس مرمى أوزبكستان بيسجل منها الهدف الثالث. يعقوب شوف إعادة بالبطيء، شوف إعادة بالبطيء لما وصلته من وسط الملعب على طول، لم يتأخر فيها، سددها بشماله قوية
على حارس مرمى أوزبكستان ماكيلوف مسجل منها الهدف الثالث. هذا يعقوب هاتريك يعقوب حد الآن 3 أهداف. وطبعا مباراتنا القادمة راح تكون يوم 22 يوم الأحد إن شاء الله مع منتخب كوريا. لو تعدى منتخبنا يعني المباراة القادمة منتخب كوريا راح نتأهل إن شاء الله لدور قبل نهاية تنحط. الله ترجع مرة ثانية كرة مع جمال. جمال جمال يلعب كرة تصطد منه اللي يشوت شوت. الله أحسن الهجمات ما قالوا نذر. شوف 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 هذه الشوتة شوف شوتة وشوف فرحة منتخبنا شوف فرحة لاعبي منتخبنا شوف شوف الحركة اللي عملوها حلوة جدا كلهم اتجهوا للراية جهة الزاوية زاوية أوزباكستان. شوف الكرة لما رجعت وجاء من دفع من خلف أحمد خالد أحمد خالد شوف يحطها على ماكي لوف. شوف شوف إعادة بالبطيء شوف إعادة بالبطيء شوف صعبة عليه فعلا بيقول له روح في زاوية وأنا أحط لك إياها في الزاوية وسط الزاوية حط لها إياها حط لها إياها بوسط العارضة يسجل منها الهدف الرابع. 4 منتخبنا 1 منتخب أوزباكستان. 4 كبيرة حقيقة حلو أهداف تريح الأهداف لـ4 وإن شاء الله 5 و6 لأنه شايف أيضا منتخب تايلاند لما فاز على الهند 7 وأمس فاز 3 على إيران فبالتالي هذه الأهداف قد يكون فيها حسبة لما تعادل بعض الفرق الأهداف مفيدة. حلو حد الآن 4 وشوت سقطها والله سقطها فعلا سقطها شوت أنا قلت شوت شات وسقطها لكن تروح منه. محسن صالح محسن بدأ شوف بدأ يعني يرتفع مستوى اللاعبين لما يصير شوت على المرمى واحدة تصيب واحدة تخيب وبالتالي لابد تسجل أهداف مثل هذه. 4-1 حلو في اللعب. طبعا هذه الكرات ومثل هذه النتيجة النتيجة لما تكون كبيرة على الفريق الخصم ييأس منها وبالتالي تعطي راحة لمنتخبنا انهم يسجلون عدد كبير من الهدف. تلعب الكرة هذه بالراس جول 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 جول. حلو قال لهم تعالوا عندي نعمل الحركة هذه تعالوا عندي نمشي ونعمل هذه الحركة وكو كل اللاعبين فعلا عملوا الحركة. قال لهم تعالوا يعقوب قال لهم تعالي شوف ايضا جابري حيه زايد بالانف هذه طبعا من العادات والتقاليد موجودة عندنا فرحة عامرة الحقيقة في الفريق. وهذا ابو فهد شايفه قائم ومرتاح من النتيجة مبسوط 5 كبيرة حقيقة 5 اليوم بتفنن لاعبيننا ويعقوب بيسجل من 5-4 شيء جيد ومن قبل عنده هدف 5 أهداف عنده اليوم يعقوب. يعقوب عنده فعلا 5 أهداف وبيسجل هدف جميل الهدف الخامس وطبعا إن شاء الله نتمنى مزيد من الأهداف. حلو صاحب الهدف الرابع أحمد خالد اللعب بينية ليعقوب يعقوب يحاول يمر واه ضربة جزاء ضربة جزاء فعلا ضربة جزاء السادس لنا السادس لنا إن شاء الله السادس لنا ضربة جزاء. حكم الدولي عبد العزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية يقول اللي يشاور على انه في ضربة جزاء فعلا واللاعب طايح في ارض الملعب سلامات خان. شوف لما سحب فيها وعرقلها واضحة وضربة جزاء ضربة جزاء منو اللي راح يشوف ضربة جزاء منو يعقوب ويشوت وهدف الهدف السادس الهدف السادس يعقوب فعلا يعقوب يسجل الهدف السادس يعقوب وإسماعيل شوف يسجل الهدف السادس 6-1 6-1 شوف إعادة بالبطيء حطها له على الزاوية اليمنى أرضية صعبة ما يعمل لها شيء ما يعمل لها شيء شوف ما يعمل لها شيء. حلو يعقوب وإسماعيل اليوم يسجل 5 أهداف من 6 الأهداف ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه رقم 10 محمد ربيع محمد ربيع أحمد خالد. وفي هذه اللحظات أعزائي المشاهدين صفر حكم مباراة الدولي عبد العزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية الشقيقة معلن انتهاء المباراة بفوز منتخبنا 6 أهداف مقابل هدف. مبروك لمنتخبنا على هذه النتيجة الكبيرة وإن شاء الله نتمنى
نتيجه ايجابيه في المباراه القادمه امام كوريا الجنوبيه يوم الاحد ان شاء الله تاريخ 22. وسيداتي انساتي سادتي واعزائي المشاهدين في سلطنه عمان، في الختام احييكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلق مباراه اليوم حامد بن فرج انسان، والى اللقاء.